لا يبدو أن أوكرانيا ستكون وحيدة بعد اليوم في مواجهة الدب الروسي، فتهديدات بوتين أصبحت موجهة بشكل مباشر للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، تزامناً مع استعراض كل جانب لأحدث وأخطر أسلحته. وفي الحديث عن الأسلحة الحديثة فائقة التطور وشديدة الخطورة، لا يمكننا إغفال الطائرات الشبحية مثل المقاتلة الروسية فيلونسو 57 المعروفة بلقب المجرم الخارق، ومنافستها الغربية F-35 لايتنينج والمعروفة بلقب البرق، التي تخدم في سلاح الجو لكل من أمريكا وبريطانيا وسويسرا وبولندا والنرويج واليونان وهولندا وبلجيكا والدنمارك وإيطاليا وفنلندا والعديد من الدول الغير أوروبية كالإمارات العربية المتحدة وأستراليا واليابان وإسرائيل وكوريا الجنوبية وسنغافورة. ومما لا شك فيه فإن فرضية المواجهة الجوية بين أساطير السماء أصبحت حتمية، فكلا الطرفين يتذرع بحماية أمنه القومي وردع أي اعتداء من الطرف الآخر، ذلك بالتزامن مع عودة التصعيد للمشهد الميداني في أوكرانيا. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو مقارنة تفصيلية بين مقاتلة المجرم الخارق الروسية والبرق الأمريكية. التسليح: تحمل F-35 ذخائرها داخل هيكل الطائرة وليس خارجها بهدف تقليل البصمة الرادارية، وبمقدورها حمل كافة صواريخ جو جو وصواريخ جو أرض من صناعة أمريكية أو غربية عموما، كصواريخ AIM-120 وAIM-132 جو جو. لكن ليست الصواريخ التقليدية، فقد تم تطوير نسخ خاصة من هذه الصواريخ بهندسة جديدة تتيح الإطلاق من داخل الطائرة وليس من نقاط تعليق خارجية. وتأتي هذه النسخ بمواصفات أفضل من النسخ التقليدية، حيث يبلغ مدى الصاروخ 175 كيلومتراً، وتم تزويده بأنظمة الإغلاق البصري والراداري، مما لا يترك مجالاً لطائرات العدو بأن تنجو منه. وبمقدور كل طائرة حمل 8 صواريخ جو جو إضافة لذخائر أخرى، أو حمل 16 صاروخ دون أي ذخائر أو قنابل للمهام السطحية. كما باستطاعة البرق الأمريكي استخدام جميع الذخائر الجوية الأمريكية عبر 6 نقاط تعليق خارجية، إلا أنها تميزت بنسخة من القنابل الأمريكية GBU الشهيرة حملت اسم GBU-1000، وهي قنابل حرارية شديدة الانفجار قادرة على خرق التحصينات التحت أرضية، وهي قنابل عملاقة موجهة بالليزر ودقيقة جدا، ويصل وزنها إلى 890 كيلوغراما. وتمتلك F-35 مدفعا دوار رباعي الفوهة من طراز GAU-22A، ويستخدم الذخائر من عيار 25 ملم، يصل مداه إلى 6700 متر، ومزود بأنظمة إطلاق آلية تتيح له إطلاق النار بشكل تلقائي مجرد دخول الهدف المعادي في مجال الإصابة، في حين تمتلك Su-57 مستودع ذخائر داخل هيكل الطائرة يتسع لعشر مقذوفات متعددة الأنواع والأغراض. لكن الأكثر شيوعاً هي قنابل Kab-450 الموجهة بالليزر عالية الدقة. وخارج الهيكل تمتلك 6 نقاط تعليق لحمل صواريخ جو جو الأكثر تقدماً في العالم من طراز فيمبل R-77، والقادرة على تتبع أي جسم طائر من ارتفاع 80 متراً وحتى 25 ألف متر وضمن نطاق 240 كيلومتر، وتعمل عبر تقنية الرادار النشط، ما يعني أن Su-57 قادرة على احتلال الفضاء الذي تحلق به في دائرة يبلغ قطرها قرابة 500 كيلومتر، أي أن تشكيل سرب من 4 طائرات Su-57 بإمكانه تحييد نصف القوات الجوية الأوروبية عن أي معركة واحتلال السماء بشكل كامل. وللاشتباك الجوي قصير المدى تمتلك سوخوي مدفع رشاشا من عيار 30 ملم يصل مداه إلى 4800 متر. الرادار والأنظمة التقنية:
تعتبر F-35 كتلة من التكنولوجيا مخصصة للحرب، حيث تم وضع مئات المستشعرات في كل أطراف هيكل الطائرة مربوطة بحساب من طراز IBM AP-101 يربط بين الرادار متعدد المهام في الطائرة من طراز أيسا APG-81 لإدارة حرب إلكترونية بشكل تلقائي. وتكمن مهمته الأساسية في رصد الدفاعات الجوية الأرضية ضمن نطاق عمل استكشاف إلى 720 كيلومتر، ويقوم بتحديد نوعها ومدى خطورتها، ويقدم المعلومات الميدانية لقائد الطائرة، كما يقوم بقراءة طول موجة الرادارات الأرضية والجوية وقوتها، وتوجيه أوامر للرادار العكسي الخاص بF-35 لإرسال موجات معاكسة لرادارات العدو، وبالنتيجة تصبح رادارات الأعداء مهما كانت متطورة عمياء بشكل كامل عن وجود F-35 في مجالها الجوي. إلى جانب ذلك كله، تعتبر خوذة الطيار هي سر تفوق الشبح الأمريكية، كونها مربوطة بكافة الأنظمة والحواسيب الموجودة في المقاتلة، وبالأخص أنظمة الاشتباك مع الأهداف المتعددة، مما يوفر للطيار حسابات دقيقة تعطيه توقيتاً مناسباً لكل حركة كالمناورة والانقضاض. وانعكس أداء الخوذة على ردات الفعل السريعة لأداء المقاتلة بنسبة تفوق 80%، إضافة لنظام الإنذار والتحذير من اقتراب الأخطار الموزع DAS ونظام الحرب الإلكترونية ANASQ-239 باراكودا ومجموعة ANASQ-242 CNI سيوت التي تتضمن نظام الاتصالات من شركة هاريس متعددة الوظائف عبر وصلة البيانات المتقدمة MADL ووصلة البيانات لينك، مستجوب نظام تحديد العدو والصديق IFF والنظام مقاومة الترددات العالية ECM وأجهزة الاتصال اللاسلكي ذات التردد العالي جداً NUHF UHF-AM VHF AM FM وراديو جارد سيرفايفل ومقياس الارتفاع الراداري ونظام الهبوط الآلي ونظام الملاحة الجوية التكتيكي تاكن ونظام الهبوط الآلي على حاملات الطائرات ونظام GPALS المشترك للاقتراب والهبوط الدقيق ونظام الرسائل الموحدة من الفئة TADILJ. أما التقنيات والأنظمة الإلكترونية المستخدمة في سو-57 فلا تزال روسيا تحيطها بهالة من السرية، ولها كل الحق في ذلك، فأي تفصيل صغير بإمكانه تعريض الطائرة للخطر وخلق ثغرة تهدد طبيعة المهمة التي أوجدت لأجلها. لكن وبلا أدنى شك فهي تمتلك تكنولوجيا متقدمة جدا وقد تتفوق على F-22 وF-35 الأمريكيتان وG-20 وFC-31 الصينيتان. المواصفات العامة: بلغ طول المقاتلة F-35 نحو 15.7 متر وبعرض 11 مترا وبارتفاع 4.4 متر، وبلغ وزنها 13290 كيلوغراما و31700 كيلوغرام عند أقصى حمولة تشمل بذلك الوقود والذخائر، وزودت بمحرك واحد من طراز PW100 صنع خصيصا لها من قبل شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، أتاح لها التحليق بسرعة 1.6 ماخ أي ما يعادل 1780 كيلومتر في الساعة بسرعة متواصلة وليست متقطعة ودون الحاجة لوجود حارق لاحق للمحركات، والوصول إلى ارتفاع 16200 متر وبنطاق عمليات يصل إلى 2900 كيلومتر. وتعمل الشبح الأمريكية بثلاث نسخ من المحركات تتيح لها الإقلاع والهبوط العمودي والإقلاع من المدرجات القصيرة كحاملات الطائرات، وتعرف هذه النسخة بالرمز سي. في حين يبلغ طول الشبح الروسي 22 متراً وبارتفاع 6 أمتار وبعرض 14.2 متر، ويبلغ وزنها فارغة 18.5 طن وعند أقصى حمولة 37 طناً شاملة الوقود والذخائر. تعمل سوخوي 57 بمحركين نفاثين لم يكشف الستار عنهما حتى اليوم، بمقدورهما دفع الطائرة للتسلق بسرعة 360 مترا في الثانية وحتى ارتفاع 21000 متر وبسرعة قصوى 2.7 ماخ أي ما يعادل 3300 كيلومتر في الساعة ضمن نطاق عمليات يصل إلى 5600 كيلومتر. وكلا المقاتلتين بحاجة إلى طيار واحد فقط لقيادتها وأداء المهام القتالية،
وتوفر الأنظمة التقنية المستخدمة في مقاتلات الجيل الخامس أريحية للطيار، على اعتبار أن تلك الأنظمة تقدم له كافة المعطيات الميدانية والمناخية، وتخبره بطبيعة الأهداف وسرعتها وخطورتها، وتقدم له إنذارات السلامة والخطر بسرعة عالية، على عكس الطائرات القتالية من الأجيال السابقة التي يعتمد فيها الطيار على قراءة المؤشرات والشاشات كل على حدة، مما يستغرق وقتا لتحليل ومقاطعة كل القراءات ويرفع من معدل وقوع الطائرة في مرمى الصواريخ المعادية. كما أن هياكل كلا المقاتلتين مصنوع من خليط من المعادن ومطلي بطلاء خاص، لتكون النتيجة على الشكل التالي: تقلل الهندسة التصميمية من انعكاس إشارات الرادار وتقوم بتشتيتها، بينما يقوم المعدن المصنوع منه الطائرة بتحمل الحرارة المرتفعة وتفريغها بشكل سريع، مما يقلل من البصمة الرادارية للطائرات الشبحية. أما الطلاء فيقوم بامتصاص موجات الرادار والإشاعات ويقلل انعكاسها لمستقبلات الرادار بنسبة تتراوح بين 60% و100% بحسب نوع الرادار ونوع الموجات الصادرة عنه. وتعتبر الطائرتان في ذات الفئة السعرية، حيث بلغت قيمة F-35 نحو 112 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت قيمة Su-57 نحو 100 مليون دولار أمريكي. من ينتصر في النهاية؟ تتفوق Su-57 في جانب الأداء الفيزيائي على F-35 من حيث السرعة والارتفاع ونطاق العمليات والحمولة، بينما تتفوق F-35 من حيث البصمة الرادارية والأنظمة التقنية والتشغيلية وردات الأفعال ونوعية المهام القادرة على تلبيتها. وهنا يمكن القول أن الكفة في هذه المقارنة ترجح لصالح الأمريكية، فأساس الطائرات الشبحية هو التقنية والتخفي وليس السرعة أو تنوع الأسلحة، ويبقى الحكم النهائي لك أنت عزيزي المشاهد. فما رأيك بقدرات كل من المقاتلتين؟ وبرأيك لمن الغلبة في حال وقع اشتباك بينهما؟